بكأس بتواسيون. حمادي قردبو وقصة كبير يمرض ولا يموت. يا عميد أن حبك ساري في الدم وفي القلب مجراك. مجراك. يا عميد رجالك عن يمينك وعن يسراك. يسراك. يا عميد وكل واحد منهم يقول بروحه يفداك. يفداك. يا عميد من شبابي إلى شيبي وأنا أجري وراك. إحنا الاتحاد. إحنا العميد. إحنا عميد آسيا. إحنا عميد آسيا. هذا شيء لازم كل الناس تؤمن به. هو العميد وهو الوحيد من بين الأندية العربية الذي احتفل بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، وهو المونديالي الذي ترك أفضل الانطباعات من بين أقوى أندية العالم، وهو فريق النمور التي لا ترحم، والقائمة طويلة لمواهب متعددة وبطولات بالجملة وصولات وجولات. تاريخ عريق حشد جمهورا أولويته الأولى تشجيع فريقه ومساندته في الأوقات الصعبة العصيبة، لكن لا أحد كان يتخيل أن جروح النمور لن تندمل سريعا وستتحول إلى معاناة مزمنة. من يقول الاتحاد سيقول مشاكل مادية وعدم استقرار وتغييرات تشمل المدربين والإدارات وحتى المحترفين، إلا الجماهير بقيت صامدة لتضرب الأمثال بوفائها وولائها غير المشروط. تنهار الجماهير بعد كل تعثر، لكنها سرعان ما تسترجع الأمل بعد لقب كأس يواسي. آخر ألقاب الدوري السعودي يعود إلى أكثر من 10 سنوات مضت، والعنوانان اللذان تكرر كثيرا في الدوري: الاتحاد يعاني ويكرر أسوأ انطلاقة في بداية الموسم، أما في نهايته فالعنوان هو موسم اتحادي للنسيان. في الموسم قبل الماضي أكمل الاتحاد تاسعا في الدوري، لكن عوض جماهيره بكأس خادم الحرمين الشريفين. في الموسم الماضي أكمل الاتحاد الدوري في المركز العاشر، لكنه خفف من تشاؤم جماهيره، أو لنقل جعل كثيرا منهم يتفاءل بتصحيح الأمور رغم خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. فبلوغ النهائي يعكس عزيمة وإصرارا وروحا قتالية، لكن سرعان ما تتبخر الأحلام من جديد بعد وداع دوري أبطال آسيا وبعد بداية موسم كارثية أكدت تذبذب النتائج وعدم الاستقرار. جماهير الاتحاد قل حضورها في المدارج، وأمل التعويض بكأس خادم الحرمين الشريفين تبخر بعد وداع المسابقة منذ الدور الثالث، ليبقى فقط رهان كأس محمد السادس للأبطال. تعاقد الاتحاد مع مدرب جديد أكد السمعة الجيدة التي سبقته، فخسر أمام الهلال في الوقت القاتل وهزم منافسه المقبل في نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال بالخمسة. فهل هي انتفاضة النمور للعودة والاستقرار، أم هو مسكن من نوع جديد لن يجدي نفعا على المدى الطويل، أم أن الأوان قد آن لجماهير العميد كي تسعد وترتاح؟ حمادي قردبو، صدى الملاعين.